السلام عليكم بنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كلشي بخير؟ كنتمنى نلقاكم فيديو نتوما ناشطين ومزيانين باذن الله. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم، كنتمنى اختي الا كنتي كتشوفي الفيديو ديالي لاول مره، كنتمنى تشتركي في القناه وتضغطي على الجرس باش يوصلك دائما الجديد ديالي. وما تنساوش البنات المتتبعات الزوينات ديالي لي لايك وشي تعليق يكون زوين زوين بحالكم نتوما اللي كتفرجوا فيا. اليوم البنات جبت لكم واحد الوصفه اللي واعره واعره بزاف للبنات اللي باغين يغلاضوا ويقادوا الفورمه، وهذه الوصفه غادي تجيكم شويه عجيبه غريبه، ولكن ما تعجبوش البنات فهاد المكون اللي كتشوفوا فيه اللي هو اللبن. كما كنعرفوا بانه كينفخ، ولكن راه ما غاديش نكثروا منه بزاف باش زعما غادي يضرنا. كما كنعرفوا راه كيضر في المصران، ولكن الا كان عندك نتيا المشكل في المصران غادي يضرك، ولكن الا ما كان عندك حتى شي مشكل في المصران ديالك اللي كتاكليها، يعني اللي كتاكليها ما كتضركش، يعني ما تخافيش منه، شربيه بعينيك مغمضين. ولكن شنو الدور ديالو في هذه الوصفه؟ هذه الدور ديالو البنات هو انه كيزيد الوزن بسرعه، يعني بواحد السرعه فائقه، ويعني ماشي بحال الحليب، حيت الحليب محيدين منه بزاف ديال الدهون والبروتينات والكالسيوم. اللبن لا، اللبن كيبقاو فيه بزاف تاع الحوايج، يعني داك المنافع ديالو كلها كتبقى فيه. السعرات الحراريه كيكونوا فيه زايدين اكثر من الحليب، الحليب كيكون خفيف كما كتعرف شويه. دابا البنات الوصفه كيف ما حطيتها لكم البنات ديروها، ما تنقصوا عليها ما تزيدوا عليها، كيف ما حطيتها يعني غادي تطبقوها بالحرف. المهم البنات عندي هنايا كيف ما كتشوفوا اللبن اللي كيتباع في الحانوت. هاد البنات اللي باغين يزيدوا في الوزن ويزيدوه بواحد الطريقه اللي طبيعيه، يعني ما يمشوش للسيروات والكينات وداكشي المهم داكشي اللي ما انا ما كيعجبنيش شخصيا، وهداك الشيء راه كينفخ ماشي ما كينفخش، ولكن في الاخر البنات راه كيفش، راكم عارفين ماشي المهم اللي مجرب السيروات ومجرب داك الفانيل داكشي، يعني راه ما كتكونش يعني كتنفخي غير واحد المده، كينفخ غير شي شويه وصافي كيرجع كما كنتي. لكن هاد الوصفه البنات الا تبعتوها وداومتوا عليها راه غادي تشوفوا النتائج ديالها، راه زوينين زوينين بزاف. وحتى البنات ديال اللي عنده اللي كاين في العربيه ولا اللي مهم اللي عندهم البقر، حتى هو راه زوين في هاد الوصفه اللي لقاتوها البنات ديروه، راه حتى هو زوين زوين اكثر من يعني زوين بزاف. هذاك كاع ديال قاتل اللبن الاصلي ديال اللي كيكون عندهم البقار ولا هي في الباديه ولا هذا، المهم الا ما لقاتش اللبن اللي كيف ما قلت لكم ديال البقر دير هذا تعوضوا بهذا حتى هو زوين. وهنايا عندي البنات شوكولات، شوكولات غبره، شوكولات الحلو اللي كنديروه في الحليب، في الحليب السخون للوليدات داكشي، ماشي الكاكاو المر، الشوكولات الحلو ضروري يكون الحلو. وهنا البنات عندي العسل، العسل البنات ولكن راه تقدروا تعوضوه بالسكر، اللي ما عندهاش العسل دير السكر، ولكن من الاحسن من الاحسن البنات باش تكون واحد الوصفه اللي زوينه يعني ما ضرناش وهذا مستافدوا منها، من الافضل ديروا العسل، ولا كان من الافضل الا كان عندك حر ديروه غادي يكون مزيان. هذا العسل اللي عندي انا حر هو اللي غادي ندير. دابا البنات غادي ندوزو للوصفه كيف ما كتشوفوا، غادي ناخذ واحد الكاس كبير ديال اللبن، يعني يكون كاس كبير، يعني ملي تشربي هذا الكاس تحسي براسك شربتي وشبعتي مزيان مزيان. البنات اللي عارفه كيف ما قلت لكم اللي عارفه راه كيضرها في المصران، تزيد عليه واحد الربيع ديال الماء غير باش يخفف، واللي ما عندهاش المصران تشربو عادي، يعني تشرب مع راسها اللبن، يعني راه ما عندناش تخاف، كلشي طبيعي، يعني كلشي ما عندناش مناش تخاف. غادي ناخذ واحد العاشق كبيره ديال الشوكولات، الشوكولات الحلوه البنات كيف ما قلت لكم. البنات كيف ما كتشوفوا غادي نزيد عليه واحد العاشق كبيره ديال العسل، خليتوها البنات قد ما مزيان باش كيتزادوا دوك السعرات الحراريه كيكونوا يعني مرتفعين، زيد لينا في الوزن خاص السعرات الحراريه يكونوا في واحد النسبه عاليه
داكشي اللي غادي ناكلو، حتى شي عاش اخرى ماشي مشكل، وغادي نبداو نخلطو فيه. وكيف ما قلت لكم البنات اللي ما عندهاش العسل تعوضوا بالسكر، سكر المقرط، ولكن من الاحسن العسل. انا غير البنات اللي ما متوفرش عندهم العسل، قدروا اللي بغى دير سكر تقدر ديرو. وهاد الوصفه البنات ما تعطيوهاش للدراري الصغار، يعني ما ننصحكمش تعطيوها للوليدات الصغار. هاد الوصفه تعطى للوليدات كاع اللي بغيتي تعطيها لشي وليد يكون عنده اكثر من 10 سنين يعني، ومن الفوق يعني تقدري تعطيها ليه. نخلطو مزيان. هاد الوصفه البنات ديروها مره في النار وداوموا عليها كيف ما قلت لكم باش تكون نتيجة، حيت الا ما داومتوش كما كتعرفوا الوصفات الطبيعيه كتبغي المداومه. دائما كنقولها وكنعاود نكررها، ماشي تقولوا لا راه ما دارت ليا والو، لا راه درتها ولكن ماشي مره ولا جوج ولا، المهم غداوميها واحد المده ديال 15 يوم ولا اكثر، عاد غادي تبان لك النتيجه. ولكن يوميا تاخديه اللي بغيتي، تاخديه كنتي جالسه خديه مرة الغداء ولا خديه في الليل، مهم الوقت اللي بغيتي تاخديه، مهم كاس كبير في النهار. ان شاء الله تكون نتيجة المرضية ان شاء الله اللي بغيتو ان شاء الله. وصافي البنات هادشي اللي كاين، بلا ما نطول عليكم في الهضرة، هادشي اللي كاين. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وما تنسوش لي لايك. لي لايك البنات، ما تبخلوش عليا بلي لايك غير للدعم البنات. ويلا تهلاو في راسكم وبسلام عليكم، حتى يجي فيديو اخر ان شاء الله.